السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من مقاطعة بلاين. وقفنا في الفيديو اللي فات واحنا كنا خلاص استلمنا وظيفة الاخشاب وبدأنا الشغل فيها، وكمان كنا وصلنا تقريبا ليفل 16. النهاردة بقى جاي لكم بليفل جديد خالص، يعني زي ما انتم شايفين كده ليفل 22 تقريبا، هنوصل 22 حالا دلوقتي لان احنا معانا حمولة هنروح نبيعها بس في اول اليوم كده بما ان المينا لسه فاتح. بس النهاردة عندنا حاجات كتير جدا هنعملها، اشترينا عربية وبعنا عربية، وكمان هنشتري جلطس جديد، هنطلع رخص السلاح وهنشتري كمان سلاح جديد، وكمان التلات عربيات اللي معايا بقوا حرفيا مفهومش اي مساحة اللي احنا نقدر نمشي بيهم تاني، التلاتة محتاجين صيانة وهنصينهم النهاردة. وكمان هنشوف ايه الخطوة الجديدة اللي احنا هنعملها في الفيديو اللي جاي او الخطوة اللي جاية، لان احنا خلاص هنوصل ليفل 25 وهنشوف هنعمل ايه اول ما نوصل هناك. بس تعالوا كده الاول على طول بشكل مباشر نروح نطلع الهاي لوكس بتاعتنا اللي فيها الحمولة ونشوف كمان العربيات بقى فيها قد ايه. بس في البداية انا بعت العربية الهامر، لو انتوا فاكرينها ان العربية الهامر اللي احنا كنا اشتريناها اول عربية اللي هي كانت 40 كيلو، بعتها بسبب ان هي كانت 40 كيلو بس، فانا كنت عايز حاجة اكبر جبت هايلوكس ثانيه، بس هايلوكس غير الهايلوكس اللي معانا تقريبا 2015، اللي انا بقى جبتها 2001، هنشوفها دلوقتي. بس انا بعت الهامر تقريبا ب 150000 وجبت الهايلوكس الثانيه ب 250000 او 350000 تقريبا، مش فاكر الرقم بالظبط لان عدى وقت كبير. وزي ما انتم شايفين كده كمان انا معايا مليون و200000. بس الاول تعالى بقى اشوف الهايلوكس الجديده. زي ما انتم شايفين هنا دي كل العربيات اللي معانا، الهايلوكس 2015 الاثنين اللي احنا عارفينهم المعدله والستوك، وكمان عندنا هايلوكس جديده بقت مكان الهامر اللي احنا بعناها. بالمناسبه كمان انا بعتها لمصطفى اللي كان طلع معايا في الفيديو التاني تقريبا في مقاطعه بلاين. تعالى كده بقى نشوف العربيه التانيه، هي دي تقريبا، بس الشخص ده طلع عربيته، مش عارف اطلع فين. طيب طالما هم كلهم خدوا المكان او نطلعها تاني، هي دي الهايلوكس الجديده اللي انا جبتها. هي بصراحه كان في هايلوكس تانيه اللي هي زي الهايلوكس 2015 اللي انا كنت اشتريتها قبل كده، بس المره دي قلت اغير يعني، فقلت جبت العربيه دي. هي بصراحه حلوه، سرعتها نفس السرعه تقريبا او اعلى بحاجات بسيطه جدا، يعني حاجات يعني ما تتلاحظش، وكمان يعني زي ما انتم شايفين كده يعني تحس ان بتكسر بسرعه، في نفس الوقت الفرامل بتاعتها حلوه. بصراحه هي عربيه جامده، بس انا كنت جايبها بهدف ان هي تبقى مخزن وكده، بس للاسف العربيات اللي معايا حرقت كيلوهات كتير بسبب ان المسافه بتاعت الاخشاب بعيده، اضطريت ان استخدمها، فبقى دلوقتي محتاجه صيانه زي ما انتم شايفين تحت كده. بقت كل العربيات اللي معانا باللون الاحمر اللي انت شايفه ده. فخلينا اول حاجه ان احنا نطلع الهايلوكس اللي معايا فيها حموله علشان اروح ابيع واوصل اخيرا لليفل 22، وبعدها بقى نبقى نوصل ليفل 25. زي ما انتم شايفين كده حتى الهايلوكس دي ما فيهاش غير 40 كيلو او اقل كمان من 40 كيلو، فمش عارف بصراحة يعني حرفيا بنحرق في موتور العربية كتير كل العربيات اللي معانا. بس الأول تعالى نروح نسجل الدخول ونروح نبيع كمان الحمولة اللي معانا دي، علشان حرفيا في حاجات كتير جدا هنعملها في الفيديو ده. بس أتمنى يعني إن الفلوس اللي معانا تقضي. يا نهار أبيض إيه الزحمة دي، ده لو الميكانيكي عرف حرفيا هيجي يشيلهم كلهم. تعالى كده نصور له، ولا بلاش نصور له لأن إحنا كده كده أصلا هنحتاج نكلمه كمان شوية. بس أنا عايز أغير الخلفية دي، أنا كنت عامل الخلفية دي من أول ما كنت مزارع. هنخش كده على السيتنج، فين الخلفية؟ هي دي الخلفية، مفيش خلفيات أخشاب، خلفية قوات مسلحة، إيه الخلفية دي؟ ده ممكن كمان احط خلفيه من معانا عن طريق الاختيار ده. بس خلاص يعني تقريبا مفيش، خلينا في صحراء مثلا نشوف كده خلفيه الصحراء. ماشي دي حلوه احسن من خلفيه المزارع اللي انا كنت حاططها دي. خلينا بقى نسجل الدخول ونروح على المينا نبدا نبيع الحموله اللي معانا. بس نتاكد كده معانا 150 هنا، وفي الهايلوكس المعدله فيها 50، والهايلوكس اللي احنا لسه شارينها فيها 20 خشب مقطع. فانا مش عايز بصراحه ابيع كتير النهارده او اشتغل كتير النهارده، قد ما انا محتاج اعمل حاجات كتير، انا اشتري جلس جديد، اعمل حاجات كتيره في الفيديو ده عشان تسهل علينا ان احنا نوصل لليفلات اعلى من كده. بس الاول خلينا بقى نروح نبيع الحموله اللي معانا دي. العربيه لما بتكون محتاجه تتصين بتلاقي البنزين بتاعها بيخلص بسرعه، واقل خبطه بتلاقيها حرفيا اتدمرت. دلوقتي هي فيها شويه بنزين بس حرفيا هيخلصوا بسرعه، لو هي مثلا بقى عليها 10 كيلو ولا حاجه فحرفيا العربيه مش هتاخد 5 دقايق وهتلاقي البنزين خلص. بس نبعد عن الاثنين اللي عاملين نلعبوا مع بعض دول. يلا بسم الله نبدا كده نفتش، ناخد 100 خشبه من هنا. طبعا ما ينفعش نبيع اكتر من 100، لازم في كل مره تبيع 100، ما ينفعش تبيع اكتر من 100 في مره واحده. طبعا التويوتا التندرا دي هي هدفنا في ليفل 25، انا كنت بس مستني اشوفها علشان اقول لكم عليها، بس هي دي اللي هتبقى هدفنا في ليفل 25 تقريبا. سعرها جديد 900000، ومش عارف سعرها مستعمل بيبقى من كام لكام، بس مش عارف احنا عاملين عقد مع تويوتا ليه. بس حرفيا يعني كل العربيات الجامده هنا بتبقى معظمها من تويوتا، بس التندر دي حرفيا يعني يعتبر اكتر حاجه متوحشه في ليفل 25. وهنشوف برضو العربيات الموجوده في ليفل 25 ان هم كتير جدا، بس افضل حاجه فيهم هي التندر دي، وهي اكتر حاجه فيهم متوحشه حرفيا. وغير كده بقى اما نعدل عليها تلاقيها بقت يعني حوت على الارض. تعالى بقى نبيع ال 100 حزمه اللي معانا دول. يا نهار ابيض ليه كده، ليه كده اداله قلم على وشه. ربك يمهل ولا يهمل، ربك يمهل ولا يهمل يابا. يا ساتر يا رب، يا نهار ابيض ايه كل الالهام دي. مين ملابس؟ اني لابس، اني لابس. اروح نجيب 50 كمان. طبعا كمان هنشتري جلس، الجلس ده اللي هو ساحب على العربيه ده. بصراحه حاجه جامده انك تسحب عربيتين مع بعض، يعني تخش المينا بحموله 120. سامعني؟ عاوز ايه؟ ليش ملابس لاجي؟
راجل قليل الادب ما تربتش. ايش دخل قله الادب؟ شون جونز يب مش هلا تعيد اصلا كده كده خلصنا، فيلا نمشي عشان ايه اليوم طويل، فمش عايزين نضيع وقتنا مع دول. يعني تقريبا فاضل لنا 200 نقطه وممكن يجوا دلوقتي 150 نقطه ونوصل ليفل 22. بس الاول طبعا عارفين الخطوه اللي نعملها، نروح على جراج المينا علشان هناك اطلب ميكانيكي، ابعت له رساله اقول له ان انا محتاج اصفي 3 عربيات، لو وافق ان هو يجي يبقى كويس، لو ما وافقش فهضطر ان اسحبهم عربيه عربيه واروح اودهم له هناك جراج الميكانيكي. بس يا رب نوصل ليفل 22. يا نهار ابيض، وقفت معانا على 39 نقطه، ممكن اوصلهم دلوقتي اصلا حتى لو انا معايا حموله ثانيه، بس مش هبيعها. يعني الليفل مش فارق معانا قوي دلوقتي، احنا كده كده اصلا مش هيفيد لو وصلنا 22 دلوقتي. ايه البتاع اللي وصل هيبقى دي؟ بس افتح افتح افتح. يا نهار ابيض، ده قلب الخشب اللي معاه كله. طب ايه ده، نعدي عليه عادي؟ طب كويس، ده مجلتش اصلا. تقريبا كده معانا مليون وربع بالظبط. خلينا نسيب دي بره، يعني مش لازم نحطها كده كده في الجراج لان هو جاي لنا، فنخليها كده هنا ونبدا بقى نبعت للميكانيكي رساله جديده. وين الميكانيكي؟ نبعت الاول لوكيشن ونقول له محتاج اصفي 3 سيارات عند جراج المين، لو هتيجي رن عليا عشان ايه ما افضلش استنى هنا. اهو كويس قوي، ده رن على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ريس. الو يا باشا. ايوه سامعك كده، سامعك. عندك تصفيه؟ اه، محتاج اصفي 3 عربيات هنا في الجراج اللي جنب المينا. يا نهار ابيض، هو عارف على طول عندي تصفيه وراح جاي قافل في وشي. هو هتلاقيه دلوقتي جاي لنا صاروخ، ده هم بيحبوا الحاجات دي قوي، اي حاجه فيها فلوس بتلاقي الميكانيكيه جايين فيها في ثانيه. طبعا يا جماعه اللي موجود في بلاين وحابب يعرف رقم تليفوني، هو ده رقم تليفون لو حد حابب يعني يتصل علينا نلعب مع بعض. طبعا الديسكورد بتاع بلاين اصلا هسيبه لكم تحت عشان لو حد حابب يخش المقاطعه، لو حد يعني بيلعب 5 ام وكده. تعال نقلل كمان حجم التليفون ده عشان حاسه كبير. لا رجعه تاني، ده كده قليل قوي. ايه مفيش ميكانيكي جاي ولا ايه؟ ناكد عليه برضه نقول له هتيجي ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي بعته ده؟ اه موقعي، انا مش فاهم هو ايه اللي بعته لي ده، بس في الغالب يعني ان هو بدا يجي، او هو دلوقتي بيقول لي مكانك فين يعني عشان يجي لي. بقول لكم في الحاجات دي بيجوا السنه، عارف لو انا مقلوب ولا مزنوق ولا حاجه، ولا هيعبرني ولا هيجي. ناكد عليه برضه نقول له هتيجي عشان ايه ما نستناش على الفاضي. حلو قوي، وصل بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا باشا. هلا حبيبي. هلا لعمرك. عايز اصفي الثلاثه. طلع سياره وجيب وراي سياره. طب ماشي، دي واحده اهي، دي واحده. اوكي، هو لازم تروح بيها الجراج؟ اي لازم هناك. يعني ما ينفعش تعدلها هنا؟ طب ماشي. طب صلا، ما المشكله ان هي ما تمشيش، يعني بتمشي بطيء قوي. اوكي ناخذهم سياره سياره، مو مشكله. طب ماشي، انا هحاول اجيب وراك واحده معدله كده. بس هتروح انهي جراج طيب؟ اللي فلوس؟ لا 102. صوتك بيقطع فين؟ 702. 702 30. امشي وراي. اوكي ماشي. طب استنى اطلع الهايلوكس الثانيه واجي وراك. ماشي، لازم نروح لوراه لحد الجراج عنده، ما ينفعش يصفي هنا. يا رب بس يرجعهم لنا معانا ويسيبهمش في الحجز. طب بالنسبه اللي راكنين غلط دول هنعمل ايه؟ في العم بابك ده، خلينا نطلع العربيه. الله بسم الله، مفيش مساحه ليه؟ ايوه نطلع دي، يلا بسم الله. طب حلو، دي فيها 53 كيلو، كويس قوي. يعني دي لسه فاضل عليها 3 كيلو تبقى احمر. عدي يا عم خلصت. يا رب بس يرجعهم لنا عشان انا مش حابب بصراحه العربيه تتحجز. انا بحب العربيات كلها تبقى في جراج واحد، عشان انا براسب اصلا في جراج واحد عشان مش عندي بيت. لما نشتري بيوت بقى انا بنحط عربياتنا ايه في الجراجات القريبه مننا او في جراج البيت نفسه. الميكانيكي دلوقتي زمانه مزقطط من الفرح، 150 الف هيجوا له كده. هانت بقى فاضل دلوقتي 21 نقطه بس، 29 نقطه اقصد، ونوصل ليفل 22 او ار بي 22. ميكانيكي عربيته بطيئه قوي، اول مره احس بكده والله. انا دايما كان يجي في ثانيه يخطف عربيته ويقلب، ما اعرفش المره دي ماله بطيء كده ليه. ما هو ده الجراج اللي انا كنت قلت له عليه جراج لوس، بس تقريبا هو كان فاهم غلط. فوتها جوا، فوتها. تمام، بس نحط العربيه في مكان التصفيه، يلا ننزل نخليه يظبط الدنيا. يلا بسم الله، اهم حاجه الفاتوره دي، اهم حاجه قبل التصليح وقبل بسم الله وقبل كل حاجه الفاتوره. 5000 ايه يا عم؟ مش 5000، مش كده 50000 باين؟ 5000 ازاي ميكانيكي؟ بس ثواني، وشكله نام ولا ايه؟ اه ميكانيكي طمني طيب انك موجود. ايوه كده، ايوه كده كده انا اطمنت. تمام يا غالي، تسلم. محتاج فلوس ولا حاجه اسدهم لك دلوقتي؟ لا حبيبي شكرا، هسدهم دلوقتي يا عم. يلا اول 50000، ادي اول 5000، وادي كمان 45000. بسم الله، يبدا يصفي بقى كده. خلص مفروض يعني، اذا رجع تاني. تمت على خير يا ريس. يا حبيبي لا قشط عليك، هي بان عليها من صوتها بقت زي الفل. تسلم ايدك يا ريس. يا عم تحرجني كده والله، والله انت راجل محترم. حتى طلعت جديده. قشط عليك قشط عليك، الصلاه على النبي. لا النظافه بانت. لا ايوه كده اتظبطت، امور طيبه. يلا طلعها، خلينا نجيب الثانيه. هطلعها بره ولا اركنها هنا في جنب لميكانيكي صاحبك يحجزها ولا حاجه؟ مو مشكله انا اخذها احجزها. لا ما انا مش عايزك تحجزها. تحجز ايه كده؟ بقى باقي للصيانه 900 كيلو، مع ان دي المره الثالثه تقريبا اصين فيها. دايما كان بيبقى فاضل 1000، المره 900، المره الجايه 800 وكده تقريبا على يعني حسب ما تقلي. بس دلوقتي حلو قوي، بقى فاضل 900 كيلو، حلوين جدا يعني، ظبطونا الدنيا. تعال نركن بس هنا
عشان لما يظبط لنا الثانيه نطفي الموتور. هيخش بيها ولا انزلها له انا ولا ايه؟ بس ما شاء الله عليها يعني، بقت عربيه انا عروسه. رجع الجديده تاني. هيخش بيها اهو. يا سلام كروم، خد هذا جريندو. انت هذا جريندو؟ ايه يا يوسف عامل ايه؟ ايه يا ابني عامل اهو بيصفي اهو يا باشا، انا بصور دلوقتي. ايه ده بجد؟ طب استنى ثواني ثواني ثواني، ده انا جايزها لك. تعالى اقف قدامي. هروح اجيب طيب العربيه، هروح اجيب العربيه. والله مجهزها لك. مجهز لي ايه؟ والله مجهزها. مجهز لي ايه؟ اعمل له لايك يا رجاله. احلى جريندو في الدنيا حبيبي. لايك وشير وسبسكرايب. مفيش شير هنا، في لايك بس. في لايك. اروح اطلع العربيه بقى، اروح اكمل. كنت اقول لي انا اصفيها لك يا عم. هنعمل ايه طيب؟ الراجل هو رزق الراجل ده بقى. اصفيها له انا. هو رزق الراجل ده، هو رزقه. طالبه معايا. تريد تصفيها له انت؟ عادي، اصل صاحبي بقى وبتاع، ف مو مشكله، ماكو فرق انت ولا انا، بصفيها له خلاص لك. لا لا خلاص خلاص يا عم، بنهزر. اشتغل انت يا عم. والله لا قطع ارزاق، خلي بالك قطع ارزاق. لا لا خلاص، لا لا خلاص، خد انت باش استلم. طيب احلى لاعب مصري. يلا بسم الله، ندخل بقى العربيه الثانيه كمان تتعدل. انا لمحتها قلت عربيه كروم دي انا كنت عارف. ندخل بقى الثانيه تتصفى. المسياره وسلمني قهوه سلمه زيرو. قشطه عليك، انت راجل باين عليك كده مهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ايوه ايوه كلش متعبك. ايوه اتهلكوا الثلاثه والله معايا، لسه في واحده كمان خلي بالك. ايوه انا خلي بالي. اتهلكوا شغل. 50 تصفيه. ولا يهمك يا غالي، ولا يهمك، ادي زي ما انت عاوز. هي تعبت معانا وتستاهل ال 50,000. يلا يا عم خد ال 50,000 من دلوقتي يا حبيبي. احلى ميكانيكي في الدنيا. قلبك فول وطعميه ها؟ اه انت كمان يعني. مش عايز كشري؟ والله يا انا صاحبي عن المصري مشبعنا كشري والله يوميا. آه وكلنا كشري. انت في مصر دلوقتي ولا ايه؟ لا لا بالعراق، بس صديقي اخوي. اه بيعمل لكش طعميه ولا حاجه؟ طعميه ما يسويها. لا لا هو هو كده مقصر كده، هو مقصر معاك. ليش انا اقول لك؟ خلي بالك الطعميه دي بتتعمل محبه، على انت لو ما خسرتش بيها يبقى ما بيحبكش ضروري. لا هو ما يحبها. اه لا كده هو في حاجه غلط بقى. ماشي هو كده خلاص تمام. ماشي يلا صل على النبي يا رجاله. لا لا ايده تتلف في حرير بصراحه. اوعى على التشارجر. الله ينور عليك يا غالي. يا حبيبي يا حبيبي، يحتاج لها تلميع تصفيه. والله اللي انت شايفه يا ريس عليا نعمه مهندس. انت باين عليك كده من شكلك مهندس يا عمي. 4 سنوات انا بالميكانيك. اه لا ده انت خدت الدكتوراه. خلاص الامور طيبه، هاي طلعها بره حتى ساعتها. طب طب بص تشيل انت واحده وانا هاخد واحده وراك ونروح نجيب اللي بعدها بقى. ماشي. بس ما نروح الجراج الميناء، نروح على اقرب جراج هنا، لان ممنوع عليه ذاك الجراج يعني. دخلت لك باذن يعني. خلاص ماشي ماشي. اي حاجه اكو جراج هنا طلعها هسه برا. تمام تمام ماشي. هيحطها لي في اقرب جراج عشان ممنوع ان هو اصلا يمشي معايا يروح اي جراج تاني. العربيه برضه بقى فيها 1000. اه ده دي اول صيانه ليها. لا كويس جدا بصراحه، كويس قوي ان هي باقي عليها 1000. خلينا نسيبها هنا ولا استنى نحطها وراها بالمره عشان ايه نبقى عملنا الصح معاه. نحطها له هنا كده وخلينا احنا بقى نمشي بالهايلوكس. هنحطها تقريبا في الجراج ده. خش نشوفه بس هو راح فين. هو دلوقتي بيصلح. نبدا ياخدها بس يا رب بس ما يخبطهاش. العربيه لسه متصينه، لسه عم بنلع عمرك يا صاحبي. يلا مشينا. يلا يا معلم يلا بسم الله نروح نجيب العربيه الثالثه. يا نهار ابيض على المطر، عارفين العربيات عماله تتزحلق من المطر. بس انا مبسوط بصراحه ان هي اتصينت. الواحد كان بيمشي ما كنتش بروح بيها مشاوير الثانيه يعني، كنت اطلع الهوندا سيفيك مع اني بحب دي عشان متعدله وبتاخد خبطات كتير، بس يعني بقت احسن كده بكتير. انا يعني بس نركن الاولى دي كسر كسر ما انتوا اصحاب السيرفر. نبدا بقى نركن الثانيه. ثواني ثواني اطلع الثالثه. الثالثه فيها 30 هتمشي عادي ولا ايه؟ انا لا اصعتها على. تمام ماشي يلا بسم الله. نظبطها له بس كده علشان ايه نخلص بسرعه. يلا بسم الله. قشطه عليك في ثانيه، في ثانيه بقول لكم حيتان. يا سلام عليك، عربيه جديده والله. وكانت يعني بصراحه ما قصرتش معاه خالص، بس هو قدرها بقى وقعت معايا. وانا بصراحه الثلاثه فرتكتهم شغل. عندك كاش صح؟ اه معايا 30,000. طيب راح اخليك بس تشتري عده ب 20 واخصم من عندك من التصفيه. تمام ماشي تمام. الله بسم الله نروح نشتري عده تصفيه. عده التصفيه كتير قوي، 58,000. ليه يا عم؟ ده بقى ندخلها له جوه. يلا يا عم يلا يا عم، الركنه دي غلط كده، الركنه دي غلط. ايوه كده ايوه كده. حول حول لي. تمام تمام راح اعطيك فاتوره 30. تمام تمام يا حبيبي. تسلم حبيبي. ندفع كام بالمره؟ ايوه كده لازم يشيك عليها الاول. واي ماشي عليها. ايوه تعبانه تعبانه قوي دي. ايوه هي اصلا ده قديمه، ده 2001 خلي بالك.
اي قديمة جدا. حتة حديدة يعتبر. بقى فاضل معاه تقريبا 1,080,000، يعني سيبكم من 11,000 وال 4,000 دول عشان هنحتاج نطلع بيهم العربيات مرة تانية من جراش المينا، عشان مش حابة انقلهم لجراشات تانية. يعني جراش المينا ده يعتبر أقرب جراش ليا، بروح أحط فيه الحمولة بتاعتي وأخدها من المينا على طول على البيع، فبيبقى أسهل ليا بكتير بصراحة. يعني تقريبا نقوله في 15,000 هيروحوا طبعا للي احنا نطلع العربيات من جراش المينا. الله ينور عليك يا غالي. يا حبيبي يا حبيبي، ايوه كده، ايوه كده، صوتها رد يا اخي، صوتها رد واتظبط كده. ايوه كده، هو ده الكلام. هذا الصوت الحقيقي. اه هو ده بس الصوت التمام. اه تنظيف وتلميع يا نهار ابيض، لعيونك لأن أنت والله تستعرض. يعني انت راجل محترم والله. يا يعني لو حبيبي في ايدي اقول للمشرف يرقيك هقول له والله انت راجل محترم أشكرك يا حبيبي، كلك طب. حبيبي والله. تسلم، بس الأمور طيبة، يلا الله ينور عليك. تأمر بشي بعد تعبناك والله، تعبناك يا يعني، حبيبي؟ خدت اليوم كله معانا. لا 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 عادي، بالعكس تدلل يا حبيبي أنت. حبيبي والله، تسلم، حبيبي يلا مع حبيبي، السلامة. الله يوفقك، مع السلامة حبيبي. بقى فيها برضو 1,000، كويس جدا. تقريبا دي برضو المرة الأولى إن هي تتصيم فيها، فبصراحة حاجة جامدة إن هي كل عربية تقريبا فيها 1,000، من عدا بس الهايلوكس اللي احنا معدلين عليها بقى فيها 900 بس، علشان صيناها قبل كده لو فاكرين سليمان كان صينها لنا على حسابه هو. فخلينا بقى دلوقتي نروح على جراج المينا، لا أو خلينا في الجراج ده نطلع منه الهايلوكس البرتقانية، ونروح بقى بعدها على طول على الخطوة التانية اللي هو احنا هنشتري بقى جلسة أخيرا علشان نسحب العربية التانية. يعني نحط عربيتين ونمشي بيهم مع بعض، نكون شادين عربية ورانا كده. بس مش عارف بصراحة الجلسة ده هنحتاج بعد كده لما نشتريه نطلعه ونخزنه في جراج الشاحنات ولا جراج المينا. أنا مش عارف بصراحة، أتمنى إنه يكون في جراج المينا لأن الموضوع هيبقى أسهل علينا بكتير. خلينا بقى نحط العربية دي هنا كده ونستنى ثواني ونطلع الهايلوكس البرطانية. تقريبا كده كل الفلوس اللي معانا دي هتروح النهاردة، يعني لأن السلاح تقريبا سمعت ان هو غالي برضو. خلينا بقى نطلع الهايلوكس. بسم الله بسم الله، نروح بقى على جراج الشاحنات. هو الجراج ده جراج شاحنات جديد طبعا. انا روحت اصلا قبل ما افتح الفيديو كده، روحت على جراج الشاحنات المستعمل ما لقيتش فيها الجلطة خالص، فده هو المكان الانسب يعني. وبعدين هي رخيصه يعني، دلوقتي الحمد لله بقى الوضع احسن من المزارع بكتير واحسن من الدواجن. ما جربتش التاكسي لسه لحد دلوقتي، بس اعتقد يعني الموضوع احسن من التاكسي كمان. فخلينا بقى نزود شويه بنزين كده ونروح على طول على جراج الشاحنات الجديد علشان نطلع منه الجلس. نركن الهايلوكس بس اهم حاجه علشان طبعا ما تتسحبش كالعاده. خلينا نحطها هنا كده جنب الباب. يلا بسم الله ندخل. طبعا نفس العربيات مفيش اي تغير، يا رب بس يعني يسهلوها شويه في حوار الشاحنات ده، لان عايزين شاحنات. دي طبعا بمليون اللي هو سحب المعدات تقيله ومحتاج شاحنه، لان ده بياخد الحموله بتاعت المعادن. لو احنا شغالين في معادن وكده بنسحب الحمولة على البتاع ده، هو ده الجلس اللي احنا هناخده. خلينا بقى احنا يعني كل الحاجات دي مش وقتها دلوقتي. في الوحش الامريكي ده ليفل 150، يا نهار ابيض. خلاص خلينا احنا بقى في اللي على قدنا، موتورة سحب مركبات صغيرة فردي ب 400,000. مش معانا الفلوس، ننزل نسحب فلوس. رب لا اي تي ام، كويس اوي. في اي تي ام هنا كان تقريبا 400,000، خلينا نسحب 430,000 كده، 43 كده 430,000. طب انا 440,000 انا سحبت طبعا بزيادة علشان اطلع العربيات بتاعتي من هناك، هيبقى معانا 650,000. يا رب يقضي بس اللي احنا نعرف نجيب السلاح. خلينا نشرب ميه، بيقولوا الميه هنا ببلاش في الكولدير ده او في المبرد ده. كمان بق بقى عشان نملها، بق كمان لسه، بق كمان. مفيش هنا حد طيب بيبيع سندوتشات ببلاش هنا، ده احنا دافعين كتير برضه. نبدا بقى نطلع الجلس، واسمه جلس طبعا مش مطور، الحاجات الصغيره دي بتبقى اسمها جلس. بس بيقولوا ان في عيب ان هو بيتقلب، يعني من ناس اعرفها يعني هنا في المقاطعه وكده قالوا ان هو بيتقلب، بس يعني هنجيبه ضروري. اسمه ليد، حلو كويس. النمر دي بس فين النمر بيتحط فين؟ مفيش النمر اصلا مش موجوده، بس هو دلوقتي متسجل باسمنا ليد. يلا بقى نروح نسحبه بالهايلوكس اخيرا، يعني هنقدر نمشي ب 120 كيلو. انا طبعا هحط وراها المقطوره. طب ما كويس جدا، بدل ما اسحب العربيات او العربيات بتاعتي من الجراج الميكانيكي حطها لنا فيها، ما انا ممكن اخد واحده من هنا واوديها برده جراج مين، هتبقى فكره حلوه برده. نروح بقى نسحبها نشوف. حلو قوي ده، بتتسحب على طول كده بترجع بتقوم شبكه بس كده الحمد لله. لا لا بصراحه كويس. مش عارف بقى لو حطيت عربيه فوق هتبقى سرعه العربيه قلت بسبب الحمول ولا لا، بس كويس يعني. ده ممكن ايه ده ممكن تسحب حاجه كمان. اه اضغطي لي تحميل مركبه. تمام خلينا بقى نروح على الجراش اللي احنا لسه طالعين منه ده، كان هو ده، ونطلع منه هايلوكس تانية ونحطها عليه. تقريبا كده السرعة ما تأثرتش، يعني السرعة زي ما هي بتاعت الهايلوكس. هنشوف بقى لما نحط حاجة عليها هتبقى السرعة زي ما هي ولا هتتأثر. خش ازاي بقى؟ خش. انا بقول يا نهار ابيض، ده انا عشان ارجع فيها حوار كبير. امال بتوع الشاحنات بيعملوا ايه؟ خلينا بس كده نظبطها، نكسر العمود ولا بلاش؟ ده الرجوع صعب جدا. خلينا كده بالظبط،
ايوه كده. ننزل بقى نطلع اي واحده منهم. انا بقول اخد الهايلوكس اللي هي الجديده اللي لسه جايبها دي، سيبنا من التاني دي دلوقتي، ممكن اجيبها انا في اي وقت تاني. خلينا في دي. حطها ازاي بقى؟ ممكن كده اللي في العلامه الحمراء تقريبا، بعد ما نركب نظبطها كده كده تقريبا، ولا نقرب؟ لا خليها كده كده. بطيء لتحميل مركبه، لا يوجد مركبه في الدائره الحمراء، لازم نقرب بس كده. كويس قوي، بسم الله. ايوه كده ايوه كده، هو ده الكلام التمام بقى، هو ده الشغل العالي كده. بقينا فعلا ايه يعني، هنجيب حمولات جامده ان شاء الله. هنا ننزلها تاني صح تقريبا. كويس، ركبها تاني بقى بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب ما تتشقلبش، يا رب ما يحصلش جريتشات، ما يحصلش اي حاجه. بسم الله، نربط بس الحزام كده. نروح طبعا على جراج يمين، نحط العربيه الجديده فيه والجلس الجديد تقريبا بقى، بيتخزن في جراج الشاحنات. فهنشوف يعني، هنجرب في المينا، ولو ما ينفعش بقى يبقى خلاص بقى قدرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، سبتها حاسسها بتتمرجح كده. تعالى بس نبعد الكاميرا كده شويه عشان نشوف الدنيا ايه، حاسسها بتتمرجح كده يعني. هوب، يا نهار ابيض، لا ده بتتمرجح، ده كانت دلوقتي بص هتطير مني. وايه الدخانه دي؟ انا سايبها مفتوحه، لا بس حاسس بتقل يعني، العربيه حرفيا مش قادره. دي مش سرعتها العاديه، كانت بتطلع اسرع من كده بكتير. فدلوقتي كده تقريبا لما بتحمل حاجه على الجلس سرعه العربيه بتقل 134، يعني هي العربيه دي كانت بتجيب ال 160 مرتاح، دلوقتي اقصى حاجه ليها 130. وغير كده كمان العربيات مش محمله، هي بس الهايلوكس فيها 20 كيلو والتانيين فاضيين اللي هي ورا، وباقي المساحه بتاعت الهايلوكس البرتقانيه فاضيه. بس كويس يعني، على الاقل ماشيين ب 120. خلينا بس المعلم ده يعدي علشان ايه ما يظبطناش الدنيا. طياره هليكوبتر متفجره، سلام على الجي كلاس. بس بنروح على المطبات. ايوه كده، ناخد بقى الملف على واسع، بقينا خلاص العربيه طويله. بتاع الشاحنه ده جاي يعمل ايه هنا؟ المفروض ده الجراج عربي. تهريب، هنعمل ايه بقى المفروض كده؟ انا مش عارف بصراحه. بس خليني الاول انزل اول عربيه يعني، بس نقف هنا كده وننزل اول عربيه نركنها. ايوه كده، ناخدها بقى كده يا رب ما يخبطهاش. بس كده ناخد الاولى نركنها تمام كده، تخزين، جبنا اول عربيه. نجرب بقى نحط الجلس اللي ورا نشوف هيتحط ولا مش هينفع يتحط. خلينا بقى نظبطه كده الاول. لا 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 لا، ايه ده؟ لا الوضع بصراحه صعب، لا تقريبا ما ينفعش، ما ينفعش تقريبا، العلامة ظهرت ليش لحد دلوقتي. يمكن محتاج يفك. شغال تمام ولا حالات 70 وبايظ؟ والله لسه جايبه حالة، لسه شاريه، وبقول بشوف الدنيا فيها ايه. يلعب، بس هو باين انه بتشقلب يعني. تعرفش بتخزن هنا؟ ما تعرفش بتخزن هنا ولا بتخزن في جراج الشحنات؟ استنى اسال. جلس في الشحنات. طب بيتفك منين؟ عمال اضغط على اتش مش عايز يفك. عضله الاتش يا اسطى. ما انا عمال اضغط على اتش. ماشي تمام، اتفك اهو. تمام، يبقى كده الاتش بيفك. للاسف محتاجين نروح جراج الشحنات علشان خاطر نركن الجلس ده. انا عندي اسيب حجز اسهل والله، اني ما بحبش اروح جراج الشحنات ده ابدا، بيبقى حرفيا العربيات هناك مجرمه، تلاقيها بتشيل اي حد قدامها. بس هروح نركنه، ومن بعدها على طول بقى بعد ما نركنه نطلع بقى نطلع رخصه السلاح، ونطلع سلاح اخيرا لاول مره هنا في المقاطعه. يا معلم، ايه يا الحبيب، المقطوره اللي ورا دي شلون جبتها؟ من جراج الشحنات الجديد. بفلوس ولا مجانيه؟ اكيد بفلوس يعني، في حاجه ببلاش. كم كم يا عم؟ 400,000 يا حبيبي، معطيك العافيه. يا رب يا عم، لا ده كويسه. احنا وصلنا دلوقتي كمان بالمناسبه ليفل 22 اخيرا، يعني اعلى من ليفل 22 بواحد نقطه. بس كويس يعني، خلينا بقى نخش نركن بقى الجلس الجديد. انا ما اعرفش بصراحه بيتركن ازاي. لا ابعد ابعد، تضغط ايه؟ يا نهار ابيض، هو في ايه؟ امسك يا معلم، انت بتركن هنا ولا ايه؟ ده هنا، ده ينفع تخزن هنا؟ قال لي دلوقتي ده تضغط تخزين مركبه. لا 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 مش هنا. طب نظبطها ازاي دي بقى؟ انا بصراحه مش عارف، الوضع بصراحه متعب. يا رب بس ما يفكش، ده ما ينفعش اصلا نلف اكتر من كده. هو حاكم العربيه، هندخلها هنا في الفتحه الاولى دي. بسم الله، بس في شخص واقف مش عارف هيعصلك معانا ده ولا ايه؟ يا حبيبي ايه ده؟ ده شفافه. طب كويس والله، اول مره استعمل جراج الشاحنات ده. تخزين هنا في الاحمر، خلينا هنا كده، نضغط على اتش. بيتخزن ازاي ده بقى؟ مع المركبه تخزنها. لا الجلس ده ايه يعني ارجع لي مركبتك يتخزن؟ ما هي دي ما ينفعش تتخزن هنا، اعمل ايه؟ راح يسار، راح يسار، شوف التاكسي وانا موقف. هناك يعني الجلس يخزن سيارتك، بيختفي الجلس معها. تمام ماشي، تسلم يا معلم. احنا ده مش مكاننا اصلا، احنا لازم نروح نخزن هنا. انا اخزن العربيه نفسها. اهدى 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 اهدى، نخزن العربيه نفسها كده. تخزين حلو قوي، الاثنين اختفوا، كويس جدا. شكلنا بقى ناخدها مشي لحد الجراج التاني ولا ايه؟ ولا ممكن اخرجها من هنا؟ شكلها كده انا هاخدها مشي واروح لحد الجراج التاني بقى علشان ابدا اطلع العربيه دي. حاسس ان ندمان مش عارف ليه. ظهر لي ان هو اتقعد في جراج الحجز. خلاص بقى، نبقى نجرب في الفيديو اللي جاي ان شاء الله لما نيجي بقى نبدا نستخدم الجلس. بس دلوقتي بقى خلينا نطلع. طب حلو قوي، ده اتحطت هنا، انا خزنتها هناك بقت هنا. طب كده كويس كده، اتاكدنا واروح بقى نطلع الجلس من جراج الشاحنات اللي هناك كده. تمام كده الامور بقت اوضح، وكده عرفنا هنعمل ايه بالظبط يعني. كده المفروض
نطلع العربيه دي من هنا اللي هي اللي احنا هسحبها. طبعا هسيب دي هنا بس هسيب بقى العربيات هناك موجوده في جراج المينا، تبقى اسهل يعني ان احنا نروح للحموله هناك ونخلي العربيات اللي هناك مخزن، ودي بس اللي احنا هنتحرك بيها. يلا بسم الله نبدا بقى اخيرا نطلع رخصه سلاح. بسم الله متجر اسلحه. اول حاجه رخصه السلاح ب 10000 كويس. فئه مسدس، فئه قابل للرمي، ومكافحه حريق، اكسسوار مش عارف ولا اي حاجه من دول ايه غرضها. خلينا في المسدس. 200000 سعر فتح السلاح، مسدس مصغر ب 200000. تعالى نشتريه، مفيش فلوس، لازم نطلع فلوس الاول. الله بسم الله مسدس. طب الحاجات التانية دي ايه؟ كرة ب 100000، مكافحة حريق، مطفاية ب 100، دي اللي هم الدفاع المدني. اكسسوارات مظلة قفز، لا خلينا احنا في المسدس، مسدس تقريبا متوسط. نعم كيلو مسدس، ايه ده بقى معانا كده على طول من غير رخصة؟ ويعني ايه مسدس مصغر؟ مش فاهم، وفي مسدسات تانية ولا ايه؟ يا نهار ابيض ده صغير خالص، مش عارف هو قوي ولا لا، بس زي ما انتم شايفين كده عشان الواقعية وكده، فهو ايه يعني لما بتيجي تنشل النقطة طبعا متشال اللي انتوا عارفينها في جي تي 5 دي، وكمان لازم نفتح الام كده ونبدا بقى نضرب وننشر والحاجات دي كلها. بس ما فيش تدريب مش عارف ليه جاي معاه 12 اللي هو الخزنه العاديه و38 رصاصه ثانيه. طب ما ينفعش ان نفتح اي حاجه؟ بس بصراحه انا متكيف من حوار المسدس ده بسبب اللي بيعملوه فيا. ايه ده في حاجات ثانيه، مخزن طلقات، ومخزن طلقات اكبر ب 2 مليون. ليه يا عم 2 مليون؟ وكشاف المسدس بمليون، وشكل السلاح ب 3 مليون. يا نهار ابيض ايه يا عم ده؟ حاجات دي لا يمكن ازاله مخزن. لا انا بقول خلاص كده كفايه، هو حلو المسدس اول التثبيت، احنا اصلا مش هنحتاجه في قتله كده يعني، هو ان شاء الله مش هنحتاج في التهريب وكده هو بس، ومش هنثبت برضه نفس كتير يعني، هي كتجربه المسدس بس كده نثبت ولا حاجه وخلاص، والحمايه برضه. فدلوقتي انا هروح عند الجراج ده اللي هو بتاع المينا علشان اروح عند الهوندا سيفيك واخزن فيه المسدس ده، واحط كمان العربيه دي هناك، ولما عاوز بقى اطلع الجلس هروح على طول على جراج شحنات، وان شاء الله هنجرب في الفيديو اللي جاي الجلس ده بس بقى مع عربيه جديده. بقى هنجرب عربيه جديده لان ان شاء الله نوصل ليفل 25 وهكون جمعنا لنا كمان فلوس. يعني دلوقتي احنا معانا 480000، اكتر من 480000 بس يعني كويس جدا ان احنا معانا 480000. احنا كان معانا 1,200,000، صفينا العربيات وجبنا مسدس ورخصه واشترينا الجلس وبقى معانا شويه فلوس حلوين يعني. فان شاء الله هكون يعني على ما نوصل ليفل 25 هكون جمعت لي مليون كمان ولا حاجه. شوف العربيه يعني هي بتجيب ال 160 مستريح، يعني دلوقتي داخل على 180 اهي، بس بالجلس وكده بقى بتبقى الماكس بتاعها 130 133 كده يعني. بس حلو على الاقل بنبقى ماشيين 120 كيلو مش 60 كيلو بس. بس بقى بالعربيه الجايه هتبقى 80 اللي هي في ليفل 25، هتبقى 80 كيلو، هنبقى ماشيين ب 140 كيلو. طبعا حموله 60 كيلو ب 33، ففي الغالب الحموله بتاعت ال 120 هتبقى يعني قول 65 مش 66، لان 65 بالظبط، لان الحموله ال 60 بتبقى 23500 تقريبا يعني، او 32500. هنشوف كل حاجه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بقى اما نجرب. خلينا بقى نطلع الهوندا سيفيك، نفتح الشنطه نشوف فيها ايه. الشنطه فيها 5 كيلو راديو، وعده السمكره اللي احنا ما اعرفش جبتها ليه دي، وعده تصليح، اتنين عده تصليح. خلينا بقى نحط فيها المسدس، مسدس مصغر معايا فيه 50 رصاص، ده 10 كيلو. طب تمام كده يعني دلوقتي الحمد لله احنا كده في السليم، هي بس معانا الرخصه وكل الحاجات دي. خلينا بقى نرجع العربيه تاني بس كده خلاص، احنا عملنا كل الحاجات اللي احنا كنا عاوزين نعملها في الفيديو ده. في شويه حاجات تانيه كده كنت حابب اعملها، بس يعني انا شايف دلوقتي قدامي ان انا مسجل ساعه وتلت، ففي الغالب يعني الفيديو هيبقى 20 دقيقه، مش عارف يعني ما بيبقاش بايدي بصراحه موضوع ان انا اطول الفيديو كده، لان بصراحه يعني دلوقتي ساعه وتلت، فالناس اللي بتقول لي طول الفيديو فان شاء الله يعني هحاول اخلي الفيديو ده طويل، ولو عاوزين طبعا اطول من كده ما عنديش اي مشكله، بس يعني ما ببقاش عايز اكتر عليكم كده. فالمهم الفيديو اللي جاي بقى هنجرب الجلس الجديد، وان شاء الله كل ليفل 25 وهنشتري عربيات جديده وهنجرب كل حاجه مع بعض. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.